نعم، هذا صاحب مسج يقول قبل لا يتزوج دائما يرى عقارب وحياة، هؤلاء كلهم أعداء العقارب، شياطين إن كان ألوانهم سود، الحيات أيضا شياطين إن كان ألوانهم سود، غير ذلك هؤلاء حساد يحاولون يفسدون الحياة الزوجية. فعليك بالتحصين، أو عليك بالتحصين الكامل خصوصا بسورة البقرة، والمحافظة على قراءة الأذكار الصباح والمساء، والعلم عند الله. نعم نعم معنا مسج. نعم، رأت في المنام كأن عاملة حادث هي زوجها، وأحدهم يبكي على الآخر. السيارة حياة، إذا تم يعني والعياذ بالله وقعوا في حادث يدل على وقوع في مشكلة، مشكلة زوجية، فالحذر من شرها. والبكاء في المنام إن كان من غير صراخ يدل على زوال هذه المشكلة، والعلم عند الله. نعم 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 خطاب، اي ولونه اخضر. اي طيب، هذه امراه تقول كانها رات في المنام رجل يعني خطاب وحذاءه ونعاله خضراء. هذا رجل يعني اللون الاخضر الحذاء يفسر بالخطيب، واللون الاخضر يفسر بالسعاده. ان تقدم رجل صالح صلي استخاره ووافق عليه، قد تكون معه السعاده باذن الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله. نعم معنا شوق، تفضلي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، يدتي حلمانة بيدي، متوفي من 14 سنة. انهم قاعدين ببيتهم مع عيالها، انتصار وجميلة وانوار. فيسألون هالبنات هذيل، يسألون ابوهم يبا شلونك؟ حنقول لهم انا ما اقدر انام، لازم انام وانا قاعد، وهو يتكلم ينام، رقبته تعوره، قاعد يقول لهم رقبتي تعورني. فواحده جميله من البنات قالت حق امها، يما ريوقك بطيتي علي، ليش ما كليتي؟ فجدي قال لها لا لا تاكلين البيض يا فاطمه. قالت له ليش؟ نقول لها بس لا تاكلينه. وهم بيتهم قاعدين صوب يم البيت، يم المكان اللي هم قاعدين فيه سدره قاعدين فيها. فقال لها جدي يا فاطمه لا تاكلين البيض. وبس كلامتك. يا الله. بالنسبة لهذه الرؤية، رؤية هذا الجد المتوفي من 14 عام، كأنه يعني يتكلم بعض الكلمات، لكن رؤية اسم انتصار يدل على النصر، وجميلة يدل على الحياة الجميلة، والأنوار يدل على الهداية والتوفيق. كون يقول ما يستطيع أن ينام بسبب ألم في رقبته، رقبة المتوفي هم أقاربة وأهل وأبناء، قد تكون في بعض المشاكل بعض الخلافات النسائية. الدليل على ذلك أن كونه يقول لا تأكلين البيض، البيض يفسر بالمنام بالنساء كما قال سبحانه كأنهن بيض مكنون. فنسأل الله إذا كان في خلافات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، والعلم عند الله. نعم معنا مسج. هذه امرأة تقول هي متزوجة، رأت كأن رجل لابس أبيض ويطوف من فوقهم، يقول إلا أخرب يعني الحياة الزوجية. هذا له أمرين، إما إنسان حاقد وحاسد ويحاول أن يتتبع بعض الأخبار ويفسد فعل الحياة الزوجية بأي طريقة من الطرق، فخلي بالك من شره إن كان معروف. إن كان ما في شخص آدمي بهذا الوصف، هذا شيطان يحاول أن يفعل أي طريقة من الطرق بحيث يفرق بينك وبين زوجك، والعلم عند الله. نعم معنا أم نورة، تفضلي أم نورة. ألو، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا كل ما أحلم أعوذ بالله بعقارب بحية، أعوذ بالله بكلب أسود يجي أكلني، يعني أكل بس راسي. والأبيض واقف من بعيد بس يطالعني. وكل ما يعني حملت 3 مرات اللي بطني يطيح، يعني ما اكمل يعني 3 شهور اكمل ويطيح. طيب خير ان شاء الله، حياك الله. حياك الله يا منوره. رؤيه الحيات العقار تكلمنا عنها كثيرا، قلنا هؤلاء اعداء وشياطين يحاولوا يفسدون الحياه الزوجيه. الكلب الاسود شيطان بلا كلام، واكل راسك اكل يعني شيء غالي عليك،
الرأس وجاهة الإنسان ومكانته بين الناس، وما حدث لك من إجهاضات كل من هذا الكلب الأسود جلكم الله هو الشيطان الذي تسبب لك هذه المشاكل. أما الكلب الأبيض فهذا إنسان ضعيف وعدو من الإنس لا يضر، لكن أنا أوصيك بقراءة سورة البقرة يوميا، محافظة على الأذكار صباح مساء قبل النوم بانتظام، اقرأي على بطنك دائما المعوذات وآية الكرسي لعل الله سبحانه